I'm so glad to be in Beirut, and I have such hope. This is a beautiful city. It has a great past, and I believe it will have a fabulous future. هيدي السهرة حتكون حلوة إن شاء الله وبذلنا جهد فيها كتير كبير لحتى نقدم شيء مميز. يا سلام عليكم يا لبنانيين، لا يسعني لنا أبعث أكبر بوسة بالخيرية للبنان وشعب لبنان الجميل. ومبروك لكل المكرمين وإن شاء الله بالتوفيق. دوري بهيدا الايفنت هو اجا بمبادرة فردية. أرواد أوردز هو حلقة تواصل بين الغرب والشرق. الشخصيات المكرمة هي شخصيات أعطت بحياتها، تتميز بالتضحية، بالعناء، بالعطاء، بالمحبة، بالإيمان وبالإبداع أهم شيء، وبالتميز. فهيدي الثقافة عم نعكسها الليلة لحتى ننتصر على الحق. مسؤوليتنا نحن كبيرة كصحفيين نعطي الصورة الرائعة عن هذا البلد الجميل يستحق كل تقدير. نابليون بونابارت قال ليس في قاموسي كلمة مستحيل. في طاقة لازم تتفسر، يعني تترجم على الأرض. وأنا بدي أقول بصراحة أنه عم بحس أنه قديش الإنسان بيقدر يعمل بحياته بضل العمر قصير. تحية محبة وتقدير لكل الموجودين معنا الليلة بأرواد أوردز. Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Maria Maalouf. مساء الحرية، مساء الخير، مساء الجمال. حضرات السادة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أصحاب ريادة في ميادينهم التي تشرق مستقبلاً مشرقاً لهذه الأمة، منيراً بالفرادة والعطاء والإبداع والتضحيات، أيها الرواد الأكارم، أهلاً بكم في العيد السنوي للرواد أورد التي تحييه جريدة الرواد، مفتخرة بتكريمكم شخصيات أمريكية عربية وأوروبية من سياسيين واقتصاديين وسيدات ورجال أعمال وفنانات وفنانين مبدعين. نكرمكم لأنكم عزنا وفخرنا في فضاء عالم لا ينحني احتراماً إلا لمن كان بمثل تميزكم وفرادتكم وإنجازاتكم. وما كانت جريدة الرواد أساساً وحفل الرواد أوردز السنوي إلا لأن الحياة هي التميز أولاً وأساساً، لأنها وقفة عز ثم للإضاءة على مثل ما تحققون من فرائد وبدائع يعود خيرها للأمة جميعاً. وكل ذلك في سبيل رد التحية لكم ورفع خالص الشكر لتضحياتكم ومعاناتكم وانتصاراتكم ولوجودكم بيننا أولاً وأساساً. أهلاً وسهلاً. مساء الخير. سهرة الام تي في الليلة غير عن كل السهرات. لبنان اليوم بيحتفل بالرواد، رواد وصلوا من لبنان ومن كل دول العالم، حققوا انجازات، صنعوا الفرق، تميزوا واستحقوا التكريم. الليلة عبر ام تي في بنكرم مسيرتهم وشخصهم
ومنقول لهم شكرا على كل اللي حققوه وتعبوا كرماله. التميز إذن هو عنوان سهرتنا لليوم، تميز بالسياسة، بالثقافة، بالفن وكمان بالمبادرات الإنسانية. إنما البداية بتكون دايما مع الفن ومع شخصية فنية من عائلة عريقة أضاف كتير للموسيقى وأخذنا معها لأبعاد بعيدة وحلوة كتير. بدنا ندعي إذن ستيفاني وأنا مجموعة من الشخصيات تيسلموا الدروع التكريمية. الكلمة للوزير محمد رحال والإعلامية كريم سلامة لتكريم المبدع الموسيقي الكبير. مساء الخير، مساء الجمال، مساء الفن، مساء الإبداع ومساء الوجوه الحلوة. مساء الخير معالي الوزير. ألحانو عاشت معنا وربينا عليها، وهو شخص بيشبه ألحانو خالد على طول. نسمع دايماً نحن كسياسيين عتب من المثقفين والفنانين والمبدعين والموسيقيين بأنه الدولة ما بتهتم وما بتكرمهم إلا وقت اللي بيرحلوا عنا، وما بتتذكرهم وما بتضوي عليهم. أنا بحبه اليوم أنه بوجود الرحابني بحياتنا كلبنانيين هو أكبر تكريم لإلنا. هو تراث بالنسبة لإلنا، هو تكريم لماضينا ولحضرنا ولمستقبلنا. وجود الرحابني بحياتنا كلبنانيين وحتى كعرب هو بعتقد بصمة قليل ما تمرق بمئات السنين. منرحب بالأستاذ الياس الرحباني. أستاذ الياس الرحباني، ألف مبروك لإلك. أحد أهم الموسيقيين اللبنانيين العالميين اليوم، سوبر ستار النغم الشجي وأستاذ كبير في فنه، منح عائلته الشهيرة مزيداً من تألق الذهب، مخرج منتج ومؤلف موسيقي، في جعبته كنز لا يقدر بثمن من الأعمال الفنية المنتشرة كما الهواء النظيف. تشتمل موسيقى تصويرية لحوالي 25 فيلماً للسينما وعدداً كبيراً من الأفلام الدعائية القصيرة التي باتت على كل شفة ولسان. الكبير الياس الرحباني. مبروك. يعني أنا بشكر دايماً اللي بيعملوا الجست الكبيرة وهالأشياء هيدي، خصوصاً عنا بالمنطقة ما أوقات ما بيمرق الإنسان حياته ما بينتبهوا له. الدولة، الشعب اللبناني والشعب العربي أنا بحييهم من قلبي. شكرا. ألف مبروك.
منقول إذن كمان مرة مبروك للأستاذ الياسر الرحباني. وهلأ من عالم الفن مننتقل لعالم السياسة، ومن لبنان للولايات المتحدة الأمريكية. سفرة طويلة بس حرزانة. سعادة النائب مصباح الأحدب والسيدة منى الأحدب رح يتولوا الكشف عن اسم المكرم. مساء الخير. ابنة الأسرة السياسية الأمريكية العريقة، السياسة والالتزام الوطني بدمها. شخصيتها الصلبة والمندفعة صنعت منها وجه سياسي بارز على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. كاثلين كينيدي تاونسند. Kathleen Kennedy Townsend grew up in a politically oriented family, the only girl among 11 children. Her opinions reflected a strong personality, competitiveness, and courage. After her uncle, President John F. Kennedy, who was one of the most famous politicians in the history of the United States, was assassinated, Kennedy was asked by senior relative to raise the name of the Kennedy family, being the oldest of the next generation. She is the leading lady, Kathleen Kennedy Townsend. So we would like to welcome you here in Lebanon. You're an activist, you're a woman, and we're very happy to see you and your daughter flying over to the old complicated Middle East. In order to get to be honored for being a woman activist. You're welcome, and we're very proud to have you here. Thank you. Ya ahla wa sahla. Thank you. Well, first, I'm very pleased to be here. First, I want to introduce my daughter, Carrie Kennedy Townsend. Carrie, will you stand up? And I want to thank the committee and the awards for honoring people of courage. Lebanon has had a tough time, but what I learned in my family is there can be tough times, and there can be sadness, and there can be pain. But there can also be hope. And when I'm in here in Beirut today, I see a country of hope for peace in the future. Good luck, and God bless each of you. Thank you, welcome. عالم الدبلوماسية والسياسة عالم واسع، ورغم استيائنا ولومنا لكتار إلا أنه ما بيخلى من أسماء لامعة ووجوه مشرفة. ندعي المؤلف الموسيقي الهولندي هيك ثاسبول والإعلامية ريتا عجيلز عني لتكريم شخصية دبلوماسية مميزة. An outstanding American politician with a great sense of humor, Congressman Steve Stockman. Congressman Steve Stockman هو سياسي أمريكي بارز، لمع اسمه بأروقة عاصمة القرار واشنطن. مثل ناخبي من ولاية تكساس بالكونغرس الأمريكي عدة مرات. تكساس هالولاية اللي أعطت ثلاث رؤساء للولايات الأمريكية المتحدة. مع تمنياتي إنه كونغرسمان ستوكمان يكون الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأمريكية من ولاية تكساس، بشرفني كوني إعلامية ولبنانية المنشأ وأمريكية الجنسية إنه أقدم لكم وأقدم الرواد أورد to the United States Congressional Representative Congressman Steve Stockman. Congressman Steve Stockman is a well-renowned politician with an impressive record. He has sponsored several bills in Congress that have been and still are of importance in the establishment.
Congressman Stockman is against radical expansion in the Middle East and is considered to be one of the leader supporters of liberal governments, whether in Egypt or elsewhere. United States Congressional Representative, Republican Steve Stockman. I want to say to everyone, I'm not very good at Arabic, but I do know shukran, shukran, shukran. Thank you so much. We in the United States really need to understand the Middle East a little bit more. And we reach out to you to reach out to us. Together, we can focus on different things, but I think what we need to focus on is friendship and openness. And with that, I think we can achieve peace in the Middle East. We are excited to be here. I'm excited to be here. And this is my first time in Beirut, and you've opened up your arms to me and been so kind to me. And I just want to tell you again, thank you so much, and I'm honored to receive this award. I want to thank Maria, too, for the fine work she's done. If we give a round of applause for all her work. And in the coming days, I hope that we'll see the future in a brighter way, and hopefully we'll resolve many problems in the Middle East. Thank you so much. Thank you. مثل ما لاحظتوا إذن ضيوفنا اليوم واصلين من مجموعة كبيرة من دول العالم. نحن هلأ منتابع مع محطة موسيقية خاصة. الموسيقى اللي بتوحد الشعوب عنده وحدت القلوب بكلمة لحن وأداء. متعنا من خلالهم بأعمال حلوة كتير وبرهن فيها عن موهبة كتير كبيرة. أعماله حملت بعد آخر إن من خلال الكلمة أو حتى اللحن. هيدا رأيي. خلينا نشوف رأي الإعلامي سعيد حريري مسؤول بالقسم الفني بصحيفة إيلاف الإلكترونية والمذيعة رين سبتي. مساء الخير. بإحساس عالي بيصيغ النغم، بيكتب الغنية تتدخل القلب وتأسره. ورا كل غنية ناجحة متكاملة ساكنتها الموهبة والمشاعر الصادقة. هو شاعر الحب، هو ملحن العشق، هو عميد الرومانسية، هو أكيد مروان خوري. درس أصول الغناء والموسيقى والعزف على البيانو في جامعة الروح القدس الكاثوليك، وفي 17 من عمره كان قد أصبح عازفاً محترفاً، يشارك في الحفلات الفنية ويقود فرقة برنامج ليلة حظ مع المخرج سيمو أسمر، فضلاً عن مشاركته كعازف في فرقة رفيق حبيئة في برنامج استوديو الفن. برز مايسترو في سن مبكرة وقاد فرقاً موسيقية للعديد من كبار الفنانين، الفنان المتألق مروان خوري. بدي أقول ميرسي للمنظمين، شكراً. دائماً التكريم بكبر الواحد أكيد. وبدي أقول لبنان عن جد غريب، بلد مميز، بعتقد ما حدا بيشبهه. مبسوط بريحة العطر والجمال من بعد ما عم شم روايح غير شيء من برا. سوري لضيوفنا. ولبنان بيضل يتغلب على كل شيء، سبحان الله. إن شاء الله دائماً بيضل هيك. ميرسي. Thank you.
بعرف ما انك لي ولا رح بتكون يوم، بعرف هوانا مرحلي واقف عباب اللوم، بعرف ما انك لي ولا رح بتكون يوم، بعرف هوانا مرحلي واقف عباب اللوم، لكن ما رح اسمح هواك يطير ويمرق علي بكرة من دونك، تا اشتري حبك عمر رح بيه وكحل عيني بلفتة عيوني، وبعرف رح تنزل دمعة دمعة تطفي الشمعة ضويناها بلعتني ويطل نهار وتشتي علينا تشتي أيام وحبك أنت أكتر من كل شي وخلي هالليل ضيع قلبك أنا حب كبير وما بنساهاك الإنساني، وهلأ أنت وغلطان كتير لو ضيعتك مرة تاني، أنا كرمالك بعلم نفسي بهالدنيا أكبر أناني أكبر أناني. نحن فخورين بكل شخصية عم تتكرم، ومنتمنى من خلال هالاحتفال نكون عم نضوي أكثر على تميزها وإنجازاتها. بندعي على المسرح نائب المحررين الياس عون وسيدة الأعمال الإماراتية عائشة عبد الرحمن حتى يعلنوا عن الشخصية المكرمة الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين رجال الأعمال العرب هو بالصدارة المستثمر النشيط والشخصية العصامية القادرة في أن تحدث التغيير. النجاح هدف، التميز خيار، والمثابرة بالعمل والمشاريع حالة دائمة. إنه رجل الأعمال الإماراتي خادم القبيسي. هو الرئيس العام والمدير الإداري لعدد كبير من أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في العديد من ميادين الاستثمار. إماراتي أصيل تربى على العادات والتقاليد الذهبية لأسرته وبلاده، وتخرج من جامعة العين حيث حصل على بكالوريوس في الاقتصاد. حصل على لقب رجل الأعمال العربي الأول للعام 2009 في الإمارات العربية المتحدة، ورفع قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة أيبك الإماراتية العالمية إلى 70 مليار دولار. رجل الأعمال الإماراتي خادم القبيسي. شرفني شيخ خادم القبيسي باسلام جائزه الرواد
متمنياً أن تبقى الرواد متميزة وأن يبقى لبنان منارة ومشعة في الوطن العربي. شكراً. رح نشكر إذن المحامي السيد محمد فواز اللي تسلم الجائزة عن السيد خادم القبيسي، ومنتابع هلأ سهرتنا الاحتفالية وللنساء أكيد حصة كبيرة فيها، طبعا زعل استيفانية على القليلة، ما في شك أنه النساء الرائدات لهم إذن حصة كبيرة باحتفالية سهرة اليوم، خاصة إذا تميزوا بأعمالهم واحتلوا مراكز كبيرة وعالية. وهذا المحل السهرة صح؟ 100%. على كل حال ندعي على المسرح النائب شانت جنجنيان ومقدمة البرامج دانيلا رحمن. سيدة مناضلة وملهمة، مثال للمثابرة والإصرار على التميز والتغيير، ولا شك أن السيدات اللي مثلها بيصنعوا الغد. دايماً بشعرة أهم موضوع عندها المرأة العربية، وبعملها ومشاريعها رفعت وطن الإمارات العربية إلى المراتب الأولى. أقوى نساء الشرق الأوسط هند الكاسمي. سيدة مكافحة بنت نفسها بجهودها وصنعت اسماً مشرقاً لها في عالم المال والأعمال، شغلت مناصب قيادية وأسهمت في تقديم أفضل صورة عن بلدها كدولة حديثة واعدة ومتميزة. رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة وحاملة جائزة أقوى نساء الشرق الأوسط الشيخة الدكتورة هند القاسمي. الجائزة ليست لهند عبد العزيز فقط، وإنما لكل امرأة جادة، لكل امرأة حريصة على نجاحها، حريصة على استمرار النجاح أيضا وليس فقط النجاح. أهديها لكل امرأة عربية وأجنبية أو أمريكية، لكل امرأة تشرف في عملها وفي عطائها وفي التزامها. وشكرا جزيلا. لولا الفن كان جزء كبير من حياتنا بلا لون وبلا فرح. ندعي الإعلامية دينا عيسى تتفضل على المسرح مع محطة خاصة رح تكشف هي عنا. انطلق طارق صادوم الهولندي الأصل من التخصص في العلوم الفلسفية إلى عالم الفن، ملتحقاً بإحدى أهم الجامعات في هولندا والعالم. الماركتينج والأدفرتايزنج محتاج تخطيط، الفن محتاج أنك أنت تبقى متفتح وتبقى يعني ماشي وراء إحساسك. فأنا لقيت الحاجة بصراحة بالصدفة وأنا بشتغل عليها، ولقيت أنها كاليغرافية شرقية وأنها كلمة الله. وقد دخل العالم العربي من خلال تجسيد جمال المرأة الشرقي في أعماله الفنية. أحد من أهم النحاتين بأوروبا وهولندا تحديداً، من أبرز إنجازاته كان تحويل السوبر ماركت الهولندي ألبرت هاين لمسجد. من خلال منحوتاته لعالم الفن والشهرة، ملحقاً بذلك فيلماً وثائقياً هولندياً عن إنجازاته في العالم العربي، محققاً بذلك شهرة عالمية لأعماله وإنجازاته الفنية ذو طابعاً فلسفي. مساء الخير. لابد التنويه بجهود الصحفية حسن أبو عزة في نقل صورة وواقع العالم العربي إلى أوروبا، وهي فعلاً رائدة من الرواد، مشان هيك بتستحق الأوارد، الرواد أوارد. أم
شكرا. انا كثير سعيده بهذا التكريم من بلد عربي. انا عايشه طبعا بهولندا واكتب بالصحف المجلات وصحف الهولنديين، وكثير سعيده ان يجيني هذا التكريم من بلد عربي ومن بلد من لبنان، خاصه بلد الثقافة. وأنا سعيدة أني ألتقي بالفنانين اللي كتبت عليهم. شكراً. وهلا حان الوقت أن نستقبل النحات العالمي طارق صدومة. تفضل. Thank you. First of all, wonderful Lebanon. أشكرك يا لبنان. Thank you, عالمية شهيرة ماريا معلوف. أشكرك يا ماريا معلوف. I'm very happy to be here. وإن شاء الله أكون معكم توفيق الليلة وانبسطتوا كتير. Thank you, رواد Awards. شكرا طارق. وبحب طبعا أذكر أنه طارق بيكون ابن رجل الأعمال السيد سيد صدومة. ورجل الأعمال سيد صدومة هو رجل عصامي، رجل من أصل عربي، مشان هيك يستحق جائزة الرواد أورد، ورح يستلمها ابنه طارق صدومة. تفضل. شكرا. نرجع سوا بها السهرة الخاصة عبر الام تي في ومتابعين احتفالنا بالرواد. وصار وقت نجوم السينما اللي سحرونا لسنوات وصنعوا العصر الذهبي بالتلفزيون والسينما. بترك للوزير إلي ماروني والإعلامية يمنى شري مهمة الإعلان عن نجمتنا المحبوبة. حبيت كون هون الليلة لنأكد إنه هاي صورة لبنان الحقيقي، لبنان الجمال والإبداع وتكريم الإبداع، لبنان الحقيقي هون، لبنان الحقيقي راجع، لبنان اللي كله فرح وجمال وعطاء. رح نعمل كلنا كل جهدنا ليبقى هو وطننا. وأنا الليلة رح أقدم نجمي، هي بكل زمن بريق كامل، هي نجمة الشاشات السينما والتلفزيون، نجمة كل مكان، حبيبة قلب الجماهير اللبنانية. لما بنحكي عن رائد أو رائدة بنكون عم نحكي عن مجموعة، عن باكيج من المواصفات. بنكون عم نحكي عن قوة، عن جرأة، عن نجاح، عن استمرارية، عن إبداع، عن تميز. وشو حلوين لما يكونوا مرفقين بجاذبية وشخصية وجمال. محبة الناس يا معالي الوزير نعمة. أكيد. نعمة من الله، ما حدا له فضل فيها. محبة الجماهير هدية ربانية، ما حدا له فيها أبدا. فكيف إذا كانت محبة جماهير لنجمة جماهير من 20 سنة لغاية اليوم ومحافظة عليها؟ لما نقول نجمة الجماهير ما منتذكر إلا أهم وأرقى وأقوى وأجرأ الأدوار، نجمة الجماهير نادية الجندي. ممثلة حسناء باهرة الجمال فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل، وكانت لا تتجاوز 15 من عمرها. في رصيدها حوالي 55 فيلماً للسينما، بعضها كان من أفضل ما أنتجه الفن السابع في مصر والبلاد العربية. حازت لقب نجمة الجماهير وفازت بجائزة أحسن ممثلة من جمعية الفيلم، ونالت التكريم في العديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان دمشق وقرطاج. النجمة السينمائية المصرية نادية الجندي.
مساء الخير. أنا سعيدة جداً أولاً إن أنا بينكم النهاردة في هذا البلد الجميل العاشق للفن، وعايزة أقول إن أنا التكريم ده فعلاً هيبقى له معزة خاصة عندي في قلبي. عايزة أقول إن الفن ملوش وطن، الفن الجيد المتميز بيتحس في كل مكان في العالم. أنا مشيت مشوار طويل صعب جدا، لكن سعيدة بيه قوي إن أنا قدرت إن أنا أقدم فن جيد وهادف ومتميز، وقدرت أقدم رسالة فعلا في كل أعمالي الوطنية والاجتماعية والحمد لله الرسالة دي وصلت في كل أنحاء العالم العربي، ودي شهادة تقدير. وأنا بحب لبنان جدا وبعتبرها بلدي الثاني فعلا، وشكرا جدا على هذا التكريم، وكل سنة وانتم طيبين. الحفل المستمر ولائحة المكرمين بعد طويلة. شرب المين رح ينضم لنا على المسرح هلا؟ رح ينضم لنا يا ستيفاني شخصين اثنين بالواقع، رجل الأعمال السيد محمد العجو والإعلامية كاتيا كعدة، وأكيد معهم شخصية مكرمة جديدة. مساء الخير، مساء الإبداع، مساء لبنان اللي مش غريب عنه أبداً تنظيم مثل هيك مهرجان، اللي ما بقل عن أبداً مهرجانات العربية والعالمية، وهيدا اللي نحن دايماً بنحرص نفرجيه عن لبنان، لبنان الجمال والإبداع والأناقة وأكيد لبنان الفن. حمل ببلده بكل اللغات وبقلبه لغة واحدة، لغة الحب لبلده الإمارات اللي ما بتعرف حدود للوطن وللناس. ولائه للإمارات كان الحافز الأساسي لإبراز دوره الريادي والمتقدم بالمنطقة المكرم الدكتور عبدالله الشيباني. هو المؤسس والرئيس التنفيذي لوثيقة الولاء والانتماء المرفوعة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والوثيقة التي حازت رتبة عليا من الأهمية عملت على إبراز الإنجازات والمكاسب المحققة في الدولة ضمن مختلف القطاعات والمجالات الحيوية. صاحب اليد الخضراء الدكتور الإماراتي عبد الله الشيباني. بسم الله الرحمن الرحيم. من بلد جريح، من بلد جريح ووطن جريح لبنان، ولكن كم هو قوي، ما زال يعطي وما زال يكرم وما زال يكبر وما زال يقوى، ولن يضعف إن شاء الله هذا البلد لبنان الغالي على الوطن العربي ككل. كل عربي يجب بعد حب وطنه يقول أحب العالم العربي، لأن الوطن العربي هو الوطن الثاني لنا جميعا بعد أوطاننا. شكرا، وهذه رسالة الإمارات لكل عربي محب لوطنه، وأتمنى لكل الأوطان إن شاء الله أن تكبر وتكبر وتعطي مثل لبنان. شكرا. مبروك للدكتور عبد الله الشيباني، وتحيه من لبنان ومن الام تي في لكل مشاهدينا بالامارات العربيه المتحده. حكينا سياسه وحكينا فن وحكينا ثقافه واعمال ومبادرات انسانيه، هلا رح نحكي طب. الاعلاميه سمر يما ومصمم الازياء عبد محفوظ رح يحكوا اكثر عن الطبيب المكرم. أصابعه الذهبية
انطبعت على وجوه كتيرة، زادتها حلا وخفضت من عمرها. بيقصدوه من لبنان ومن كل العالم، بيصيروا أحلى، مهارته الكل بيحكي عنها. اسم الله عليك دكتور توني نصار. توني نصار. من الحقل جاء ومن الزراعة وركوب الخيل في مسقط رأسه زحلي، فأصبح في طليعة أشهر 5 اختصاصيين في مجاله على المستوى العالمي الواسع. هو صاحب الأصابع الذهبية، لا يلمس أحداً إلا ويجعله كما يحلم ويريد، ليس ساحراً لكن ما يحققه يلامس السحر بروعته وجماله. يعيش في سباق يومي مع أحدث المستجدات والتقنيات والاختراعات العلمية الباهرة في مجال تخصصه، منافساً أساتذته الذين يعترف بفضلهم عليه وإن كان سبقهم أحياناً بأشواط. نحات النجوم والنجم العالمي الأشهر في جراحة التجميل والترميم الدكتور توني نصار. مساء الخير. شو ما كانت الظروف، أهم شيء لازم يكون عندنا ثقة بوطننا، ما نستخف بقدراتنا وما نخاف من بكرة. بحب أقدم هالتروفي للشعب اللبناني، وبحب إلكن ورا كل شخص ناجح شعب عظيم. أنا بكبر فيكن، بكبر بوجودكن، بتشكركن، بتشكر ثقتكن فيي، بتشكر سيدي ماريا معلوف، بتشكر السيد حنالولو، وأنا كتير مبسوط وبيشرفني استلم هيك تروفي اللي عنده مسؤولية كتير كبيرة. يعني من الطب مننتقل سوا للفن، وفي مشاهد بتبقى علقة بالذاكرة، وفي فنانين مطرحهم بالقلب وبالبال. الممثلة اللي رح نكرمها هلأ إلها معزة خاصة بقلوب كل اللبنانيين وبكل العالم العربي. نجمة من الزمن الأحلى، وحضورها على الشاشة بيخلي الشاشة أجمل. بترك السيد توني نعمة والفنانة كريستينا صوايا يقدموا نجمتنا الكبيرة. بونسوار. ممثلة مصرية ذهبية لمعت بكل أدوارها بحضورها الآسر وعيونها اللي ما بتنتسى، هي سفيرة النوايا الحسنة. مساء الخير، مساء هالجمعة الحلوة. إن شاء الله لبنان بيضل منارة لكل العالم، وإن شاء الله دايماً منضلنا نتلاقى بهيك أمسيات حلوة ومنكرم أشخاص مش بس من لبنان إنما من كل العالم. أهلا وسهلا فيكم. سعادة السفيرة والممثلة القديرة صاحبة النجاحات الكبيرة، الممثلة القديرة صفية العمري. هي ممثلة تخرجت من كلية التجارة ثم درست اللغة الروسية وعملت مترجمة في المؤتمرات الدولية. حلمها كان أن تصبح راقصة باليه، لكن صورة لها في الصحف لفتت اهتمام المنتج السينمائي رمسيس نجيب الذي أطلقها على الشاشة. ظهور صورتها في الصحف كمقدمة برامج تلفزيونية لفتت اهتمام المنتج السينمائي رمسيس نجيب، فشكل ذلك منعطفا حاسما في حياتها باتجاه التمثيل لتغني السينما المصرية بالعديد من أعمالها الرائعة. الفنانة الكبيرة صفية العمر. Thank you.
عارفه ان في دكاتره قلب محتاجه دكتور يظبط ضربات قلبي دلوقتي. ضربات قلبي سريعه جدا جدا وكلها بتقول كلمه حب للبنان، الشعب اللبناني، ومديته في عمري كتير يعني بالتكريمات اللي انتوا بتكرموها لي النهارده. اديتولي سنوات كتيره زودت عمري. انا بحبكم يا اهل لبنان، يا شعب لبنان، يا وطني التاني الغالي يا لبنان. بحبك يا لبنان ويا اهل لبنان. مش عارفه اقول لكم ايه، سعيده بوجودي معاكم بالتكريمات. ست مريم معلوم بشكرك من قلبي، كل القائمين على هذا الإيفنت الرائع وأكرمتونا وحببتونا في الحياة، أشكركم من كل قلب، أشكركم جداً جداً، شكراً جداً. أهلا وسهلا فيك. ونحن كمان منحبك وألف مبروك للست صفية العمري. وهلأ مننتقل لعالم الفن، وهالمرة المحطة مع فنان غير كل الفنانين. هالفنان مش رحنا رح نعلن عن هويته، رح نطلب على المسرح الإعلامية المتميزة مريم معلوف اللي أطلقت مبادرة الرواد، والإعلامي سعيد الحريري اللي هو كمان تعب كتير لإطلاق سهرة اليوم وإنجازها، تيعلنوا عن هالشخصية المميزة قلباً قالباً وأداءً. مساء الخير، بدي استأذن ماريا اني انا احكي قبلها بهيدي الفقره. بدي اقول انه اول ما اتصلت فيني ماريا وطلبت مني التعاون معها بمهرجان الرواد كملحق اعلامي لهذا المهرجان، الكتار خوفوني من انه تورطني ماريا باراء السياسيه المثيره للجدل والتي تذهب الى التطرف في بعض الاحيان. ولكن بهيدي الليله انا بقول إنه ماريا ورطتنا فعلاً، ولكن ورطتنا بالجمال، ورطتنا بالمحبة، وورطتنا بنقل أفضل وأبهى صورة عن بلدنا لبنان. يسمحي لي ماريا أقول إنه تحية كمان لقناة الام تي في اللي اليوم بنقلة لهيدا الحدث، ووثقت فينا من الدورة الأولى من مهرجانات الرواد، أضافت وأعطت للمهرجان قيمة مضافة. شكرا للام تي في ولكل الصحافة ووسائل الإعلام الحاضرة معنا اليوم. طولنا على المشاهدين، خلينا نكرر. طولنا على المكرم اليوم كمان ورائد من رواد الإمارات. أنا بدي أقول لك أنا مش مع التطرف، مع الاعتدال، بس توضيح. صورة وصوت وألوان من دبي دار الحي، من الإمارات العربية المتحدة، جمعها بشخصية فريدة حملته لكل الناس. الفنان الإماراتي الأكثر تمييزاً وجدلاً، سفير الأغنية الخليجية وستايلش، سفير الأغنية الخليجية، سفير الضحكة والابتسامة، سفير الأناقة المتميزة، عبد الله بالخير. فنان إماراتي ذائع الصيت اشتهر بضحكته التي تضيء وجهه على الدوام وتعليقاته الكوميدية الساخرة، حتى قيل فيه أنه ضحكة نبت لها رجل. ابتدأ مشواره الفني بين أصدقائه كصاحب تعليقات لاذعة من نوع المونولوج وتقليد الشخصيات العامة، وكانت تلاقي الصدى الإيجابي. انتقل بها إلى المسرح فتضاعف نجاحها وجعلت من بطلها شخصية فنية محببة ومطلوبة، الفنان عبد الله بالخير. شكرا جزيلا.
للبنان. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك وتسأل شو بني وش اللي صابني. بحبك يا لبنان يا وطني. شكرا، حفظكم الله بالكاف، كرمتوني بشين شرفتوني، بالآ أسعدتوني، بالباء بهشت صدري، بالآ أثلجت صدري، بالألف أشكركم، بالألف أحييكم، بالألف أحبكم مع بوسة. شكرا شكرا شكرا. الجميلة الحلوة الغاوية الرقيقة اللذيذة الرائعة معلوف، بوسة للنواب، بوسة للوزراء، بوسة للفنانين، للدكاترة، للسياسيين، للحضور، للإعلام الكبير والشيوخ، ما في شك طبعا طبعا. شكرا لكم. أمريكا 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 I love you, thank you for coming. حبيبي ما يخلوني ما يخلوني يقول لي الوقت الوقت أكثر خط عن الوقت الزائد. أمريكا I love you too. يلا حبيبي. صحيح صحيح. هيا عجيب. انوح ولاني مرتاحي اونا نوح القلبي ناح نوحي انا اسهر الليل انوحي واشقها يو عيني انوح ولاني مرتاحي ولاني مرتاحي. أهديتك أنا قلبي يعني راح روح الروح راح راحي راح انشراح انشراحي راح اللي هو راحي خلاني ولاني مرتاحي روح الروح راحي راح انسي راح انسي راحي راح اللي هو انا راح حلاني ولاني مرتاحي قلبنا نوحي عجيب
يو دانيل يو دانيل دان يو دانيل دان يو دانيل خندا يو حفظكم الله. ما استغرب منكم ومن جمالكم ومن حالاتكم. Thank you. لبنان الرائد بهالشرق بيكرم شخصيات إلى حضور تأثير ونجاحات. ندعي هلأ على المسرح الدكتور عادل حسني والإعلامية كاتيا دبغي مدير التحرير مجلة وموقع سيدتي حتى يعلنوا عن هوية فائز جديد ومكرم جديد بسهرة اليوم. مساء الخير. مساء الريادي يلي ما إلها حدود. مساء لبنان الكريم بالتكريم. بيسعدنا اليوم ضمن إطار حفل الرواد السنوي نكرم شخصية رائدة بمجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، المغامر وصاحب الإنجازات والنتائج الملموسة والمبهرة على أرض الواقع، والأهم من هيك هو القادم إلى عالم الأعمال من عالم الإعلام، رجل الإحساء العصامي يلي بنى نفسه بنفسه. والدكتور عادل حسني رح يكمل بالتعريف عن الشخصية المكرمة. هو حقيقي شخصية فزة وصاحب رؤية ومشاريع، ما عندوش حلم اسمه مستحيل، كل اللي عاوز يحققه ويحققه. هو من كبار رجال الأعمال العرب عبد العزيز العفالة. هو ابن الإحساء البار، عضو مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي، باشر حياته في مهنة المتاعب، وكان من مؤسسي مجلة الخليج العربي، فشغل منصب سكرتير تحريرها. من الصحافة انتقل إلى التجارة، وراح يقوم باستيراد قطع غيار السيارات ومواد البناء من الأردن لتسويقها في بلاده، وما لبث أن أسس مطبعة في منطقة الإحساء وجهزها على أفضل ما تكون المطابع، فأصبحت الأحدث والأهم في المنطقة بأسرها. الرمح النابت من رمل الإحساء بوجه أبيض وأياد خضراء، عبد العزيز العفالق. مساء الخير. في الحقيقة أنا أعتز بهذا التكريم، بالنسبة لي أولاً أعتبره من لبنان، لبنان البلد الغالي في قلبي، أحب لبنان بكل ما أستطيع. أنا ممن يشجعون على القدوم إلى لبنان ولا يخشون أي حوادث فيه. لبنان عندي لها بيت من الشعر أحبه دائماً أردده: ومن لم يزرها وهو رب استطاعة تحتم في سجن الحماقة حبسه. عليكم السلام. نحن منتابع سهرة الليلة عبر الام تي في وباقيين بمجال الفنون، وحان الوقت لنكرم ممثل لبناني عريق. سفير دولة كازاخستان دولت أميرودوف ومقدمة البرامج نانسي أفيوني رح يحكونا أكثر عن نجمنا المحبوب اللي شغلنا بكل أدواره. مساء الخير حضور الكرام، مساء الخير مشاهدي الأعزاء، مساء الخير لبنان الشقيق. ممثل لبناني كبير لون الدراما اللبنانية بحضوره الآسر والمتميز.
مساء الخير للحضور، مساء الخير للمشاهدين، ومساء الخير سعادة السفير. قديه حلو نشوف سفير غير لبناني بيحكي اللغة العربية. شكرا جزيلا نانسي عزيزتي، وأنا تعلمت اللغة العربية في بلدي بس منذ زمان، ووصلنا للبنان واستمرت في التطبيق من محبتي للشعب اللبناني. ونحن أكيد بشرفنا حضورك بلبنان. المكرم الليلي هو ممثل كبير، مين منا ما واكب نجاحاته ولفتته كل شخصية أديها باتقان واحتراف؟ نجم الدراما اللبناني الممثل كبير فادي إبراهيم. إبراهيم. هو ممثل لبناني نجم، وهي الدراما، ولشدة تعلقه بها درس الإخراج والعزف والميك أب، وبات متخصصاً في المؤثرات الخاصة. في طفولته المبكرة دخل الكونسرفاتوار وتعلم العزف على آلتي الكمان والبيانو، وفي مطلع شبابه عمل كموديل في الإعلانات التسويقية. هو باختصار مسكون بالفن، العاملون في الميدان يعرفون كم هو مميز كإنسان، والمنتجون يعلمون كيف أن ورود اسمه في أي عمل يزيده قيمة مضافة. الممثل اللبناني الذي يهب مثل العاصفة مرة ومرتين وأكثر، فادي إبراهيم. مساء الخير. Good evening, our guests from overseas. You are most welcome to our beloved country. تحياتي لكل الموجودين. بقدم هالتروفي هيدي أولا للجيش اللبناني اللي هو عيده بعد كم يوم، لكل الشهداء اللي مرقوا في تاريخ لبنان، واللي كلمة الشهيد تلبق لهم. Thank you. ألف مبروك للممثل اللبناني فادي إبراهيم. باقيين بالفن، وهالمرة من مصر ومن التمثيل للموسيقى، الإبداع مستمر وأكيد. سعادة النائب خضر حبيب والإعلامية المصرية بوسي شلبي هن اللي رح يتفضلوا هلأ على المسرح تيعلنوا عن شخصية الفائز الجديد، اللي ما في شك انه بيتمتع بشخصية فنية فريدة واستثنائية. تفضلوا. مساء الخير. مساء الخير ومساء لبنان. لبنان السياحة والعطاء والتنوع، وبرغم كل الظروف عم يمر فيها البلد، حقيقة لبنان بيضل مميز بالإبداع والعطاء، وهالليلة هالإيفنت المميز ما هو إلا خير دليل على ذلك. بشرفني الليلة أن نكرم شخصية فنية عربية مميزة لديها العديد من الألبومات، كتب بإحساس وفرح ولديه مواهب عديدة. تفضل. مساء الخير. مساء الحب، مساء الحب الحقيقي. جايبالكو أحلى تحية، وجايبالكو أحلى هدية، جايبالكم صوت من نيل مصر، ومن نيل مصر لجبل الأرز في لبنان. هو سفير، سفير للنوايا الحسنة، قدم وقته كله للإنسانية لأنه قلبه كبير وصوته جميل وكلنا بنعشقه. هو الحب الحقيقي، المطرب الفنان العربي الكبير محمد فؤاد. هو مغني وممثل وملحن ومؤلف، أي أربعة بواحد. نشأ على حب الغناء والإعجاب بنجوم الطرب الأصيل، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، أم كلثوم، فكان أن سار مبكراً على هذا الدرب
حتى وصل الفنان المصري ابن البلد محمد فؤاد. مساء الخير. طبعا انا مهما قلت في قبلية قالوا كلام مزيكا يعني قالوا كلام في لبنان انا مش هعرف اقوله، كلام يستاهلوا لبنان بجد ويستاهل اكتر من كده. بس انا هقول بجد، انا بتشرف ان انا باخد جايزة في بلد انا بعتز بيها جدا طول عمري، وبعتبرها لبنان للحب ولبنان الشياكة ولبنان الناس الطيبة ولبنان الصمود ولبنان فيروز. أنا بشكركم وميرسي جدا. أوكي. طيب يلا. سهرة الرواد على الام تي في بتوصل هلا لقسمها الاخير، شخصيات كثيرة كرمناها وشخصيات جديدة رح تعلن عنها ستيفاني. سفراءنا الليلة سفراء فوق العادة وهن الصورة الأجمل عن بلادهم. الإعلامية ديانا رزق والدكتور رائد لطوف بيكشفوا عن اسم السفير اللي رح يتكرم بعد لحظات. Thank you.
مساء الخير، مساء الرواد، ومساء لكل المشاهدين. الرائد الليلي اللي راح نكرمه بالرواد أوردز هو سفير ودبلوماسي عربي، تخرج تحت إيديه عدد كبير من السفراء، وأيضاً هو خريج من جامعة هارفارد الأمريكية، وكان له بحوث وكتابات بالسياسة والعلوم السياسية. بترك الكلمة للأستاذ رائد لطوف. مساء الخير. نجاحه تخطى بلده مصر لينقل صورة مشعة وحضارية عن بلد الأهرام، ويكون بطليعة المبادرين بالمجال الدبلوماسي. حضرة السفير حمدي صالح. إسهاماته في التنمية العامة والمستدامة حول العالم تشهد له، وعلى يديه تخرج العديد من السفراء المنتشرين في مختلف أرجاء العالم اليوم، وهو حالياً مدير معهد العلاقات الدولية في جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. لسعادة السفير العديد من الكتابات والأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وقد ألف العديد من الكتب في السياسة وغيرها، واستضافته كبريات الجامعات حول العالم. الدبلوماسي المصري سعادة السفير حمدي صالح. أشكر الرواد والمهرجان على هذا التكريم، وأنا في الواقع تعرفت على لبنان من اللبنانيين في المهجر. الثقافة اللبنانية تعدد الحدود، وكانت الثقافة اللبنانية لما تعرفت عليها في المهجر في الولايات المتحدة وفي كندا وفي أمريكا اللاتينية بتدل أن العالم العربي بيشاع ثقافة وفن. للبنان مكانة خاصة لدينا في مصر وللعالم في العالم العربي ككل، وبالتالي أنا أعتز جدا بهذا التكريم، وأقدر أيضاً دور الإعلامية ماريا معلوف في أنها تحرك هذه المبادرة لكي تثبت أن لبنان ما زال دولة الإشعاع ومركز للإعلام وللفن وللثقافة في المنطقة العربية وفي العالم كله. أشكركم. نحن كمان بنقول لك مبروك سعادة السفير، ومنتابع مع الفن ومع ممثلة وجميلة من جميلات التلفزيون والشاشة الصغيرة اللبنانية. السفير اليمني علي الديلمي والإعلامية ريتا منصور مديرة تحرير مجلة الحسنة رح يكرمه نجمة لبنانية أثبتت موهبتها الكبيرة بعالم التمثيل. السلام عليكم. تجربة فريدة لي، أول مرة أكون مقدم من اليمن الجريح إلى لبنان الثقافة والفن. نكرم اليوم أحد النجوم، ممثلة لبنانية سحرتنا بجمالها بموهبتها وإصرارها على النجاح رغم صعوبة المنافسة. اسمها موجود دايماً على رأس كل عمل ناجح. الولادة من الخاصرة لونا متر ندى، الأخوة والعديد من الأعمال الناجحة، هي الرائدة بأداء الأدوار المتميزة، الممثلة النجمة نادين الراسي. فنانة لبنانية جاءت مع ندى الفجر، بدأت عارضة أزياء ثم اتجهت إلى التمثيل، فتألقت في الدراما اللبنانية وتجاوزت حدود البلد الصغير لتحقق شهرة ونجومية واسعة على مستوى العالم العربي. خلف نجاحاتها الكثيرة والكبيرة تخفي الكثير من الانكسارات والقصص الحزينة وليالي الحرمان والمكابدة لتحصيل قوت الأولاد. اليوم اختلف الأمر وأشرقت أمامها الحياة، فباتت مثابة التجسيد الحي لطائر الفينيق الذي انتفض من رماده وحلق عالياً في سماء النجاحات المتلاحقة. الممثلة اللبنانية التي تذوب عسلاً في كل شخصية تؤديها نادين الراسي.
أول شيء بدي أشكر ربي، بدي أشكر كل ناس حبتني، كل حدا آمن فيي، بدي أشكر كل دمعة وكل حزن مرقت فيه بحياتي، لأنه هيدا كان إذا بدكم دافع لإلي إني أقوي حالي وإني أتحدى تأوصل. ويا ريت بقدر أقدم أكثر من هيك، اللي قادرة أقدمه هو فن وإن شاء الله يكون كافي. شكرا. لولا البسمة الحياة أكيد كانت أقسى، ومن دون البسمة اللي بدخلوها عقلوبنا أكيد في شي ناقص. عم نحكي إذن عن البسمة، عم نحكي عن الضحك، وعم نحكي عن تكريم خاص لأحد أبرز النجوم الكوميديين بلبنان وستاند أب كوميدي. رح يعلنوا عن اسمه الدكتور إلي فارس والمذيعة فرح فخر الدين. مساء الخير. الفنان اللي بدنا نقدمه هو حدا صار اسمه ممزوج عطول بالضحكة، بس يطلع على المسرح ما فينا ما نضحك. مرات بعض الأشخاص بيلاقوه عم يزيدها بس بعدين بيرجعوا بيلحقوه، بس هو عطول أكيد مهضوم. بشيل الهم عن القلب وهمه يضحكنا. الفريد بين الكوميديين، ومين مثله مين؟ The one and only ماريو باسيل. إنه كاركتير، فنان استثنائي يجسد النجاح بمجرد ظهوره على الخشبة أو أمام الكاميرا، نوع من غول طريف يأكل الإعجاب أكلة ولا يشبع. ممثل وكوميدي لبناني درس السينما في فرنسا وعاد إلى لبنان ليعمل في مجال الإعلانات التجارية، وينتقل إلى العروض المسرحية والتلفزيونية محققاً نجاحاً كبيراً، ولا سيما في أعماله الانتقادية الساخرة التي توجته نجماً بشتى المقاييس. صاحب الضحكة التي يمكن وصفها بكل شيء إلا البراءة، ماريو باسيل. Hello everybody. Hi, thank you. I love you, Lebanon. Yes. Woo. ميرسي ماريا معلوف. إن شاء الله كل سنة نعمل هالإيفنت عملي معلوف. أنا شخصياً استوحيت كل مسيرتي الفنية من مهرجان وودستوك يلي هو ضد العسكر والعنف والحرب، يلي هو Peace and Love. وبحب ردد جملة يلي أنا بحبها وقلتها بمسرحياتي، إنه بدنا لبنان السلام والسياحة والمنارة، مش لبنان الحرب والدمار وسلاح سلاح سلاح. ما بقى بدنا سلاح، شو بدنا؟ سلاح 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 سلاح. Thank you, I love you. Thank you ماريو باسيل، ومبروك كمان مرة. من الكوميديا للرقص اللي أكيد له مكانة خاصة بين الفنون وبين التكريمات الليلة. ملك جمال لبنان لعام 2014 ربيع زين ومقدمة البرامج علين أحمر بيعلنوا مسك ختام تكريماتنا. بونسوار. ميرسي الرواد اووردز لحتى عملتوا هالايفنت، وبالرغم من كل الظروف الصعبه عم ترجعوا تذكرونا انه هيدا هو لبنان، لبنان الفرح النجاح والجوائز. للرقص استاذ صاحب حضور على المسرح وخطوات ثابته بعالم الرقص المعاصر. مساء الخير. حمل هالفن الراقي ومثله خير تمثيل وين ما كان رقص فيه بالعالم. تروفي بتروح لخانيتو. خانيتو. لبناني على يوناني على أرمني على عالمي، راقص على مغني على محاسب على عازف على رسام،
باقة من مواهب وجمالات لم تتوفر لإنسان آخر. غناؤه رائع يمطر عذوبة وسحرا، عزفه دافئ يملأ الروح غنى وخصوبة، لوحاته تخاطب الرقي الإنساني وتتجلى في حناياها القوة والحركة والجاذبية، فكأنك أمام مسرح ناشط. ابن برش حمود، أصيلا كأرمني، جميلا كلبناني، ساحرا كيوناني، وشمسا تضيء أقمار العالم كله. خانيتو. ميرسي كتير. أول شيء أنا بفتخر أنه أنا لبناني، وبشكركم وبشكر مدام ماريا معلوف على استقبالي. أنا اليوم مش رح أرقص، بدي ابني خوان فالنتينو مع بارتنيرتو نور رح يودعوكم برقصة حلوين. Thank you very much. ميرسي كتير. نحن كمان منقول لك مبروك خانيتو. حلو الريادة اللي عم تنتقل من جيل لجيل. منقول مبروك لك لكل المكرمين ستيفاني وأنا، وإن شاء الله منشوفهم السنة الجاية أكيد. ودايما شرب الأملنا إنه يزيدوا الرواد ونبقى نكرمهم ونحتفل بنجاحهم. تصبحوا على خير. Masivo.